السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من امبارح مش راضي اطلع اتكلم ولا اقول اي حاجة خالص غير لما اهدى كده واركز ونشوف هنقول ايه في اللي حصل في المنتخب الاولمبي، في الخسارة الكبيرة جدا 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 من منتخب المغرب 6-0. اسم مصر بقى هين قوي على بعض الناس، وللأسف انا استنيت امبارح اما اشوف بعض الناس اللي هتطلع تتكلم اعلاميا بقى، سواء زملكاوي او اهلاوي، او المبررات اللي بتطلع على الموقف العام بتاع منتخب ظاهره عمل انجاز وباطنه فضيحة كروية بخسارة 6-0 في ماتش الميدالية البرونزية. فأي حد هيضحك عليك يقول لك لأ احنا عملنا انجاز، واتحاد الكوره طالع بيبرر، واسماء كبيره جدا في اتحاد الكوره طالعه تبرر بعيد عن نجوم الكوره، تقول لك لا احنا ما حققنا انجاز، احنا ما حققناش انجاز، احنا عملنا، احنا ما وصلناش قبل كده نص نهائي اولمبيات، احنا ماشي فعلا احنا ما حققناش نص نهائي اولمبيات قبل كده، ده كلام معروف، كلام واضح. انما الخساره 6 من منتخب المغرب، هو احنا ليه ما بنبصش للاحسن؟ ليه بنبص للاسوأ؟ ليه بنبص ان احنا عملنا انجاز؟ ليه ما بنبصش ان احنا نبقى مكان منتخب محترم زي منتخب المغرب اللي بنبارك له وبنقول له الف مليون مبروك على الميداليه البرونزيه ويستحقه، وكان يستحقه اكتر من كده؟ ليه احنا ما نفكرش ان احنا نستاهل احسن من كده؟ ليه ما نعملش احسن من كده؟ وقلنا مره واثنين وثلاثه ان بقى الموضوع في مصر دلوقتي الانديه اهم، وانا هنا ما بخصش نادي معين، بخص الاندية كلها، الاندية اهم من المنتخبات يا جماعة، والله عيب. المنتخب هو نمرة واحد في مصر، المنتخب هو نمرة واحد في مصر، هو اللي البطولات دي كلها قايمة عليه، هو اللي البطولات كلها بتتعمل عشان في الاخر يتكون منتخبات مصر، سواء في قطاعات الناشئين، سواء في المنتخب الاولمبي، سواء في المنتخب الاول. انت اوريدي بطوله الدوري وبطوله الكاس وبطوله بتتعمل منافسات عشان يطلع منها منتخب مصر يروح ينافس على المستوى العالمي والمستوى الافريقي ومستويات الاولمبيات وكل المستويات اللي بيشترك فيها بكل منتخبات مصر. هتقول لي خساره؟ مش خساره، دي فضيحه. ما حدش يضحك عليك يقول لك لا مش فضيحه، دي فضيحه وفضيحه كبيره. انت لما تحط نفسك في منافسه مع منتخب المغرب انت بعيد قوي. عارف اقول لك على معلومه ما يعرفهاش، او في ناس كتير جدا ما تعرفهاش، انت عارف منتخب المغرب فيه 16 لعيب محترف، منهم اتنين كبار سفيان رحيمي و حكيمي، اشرف حكيمي، يعني عندهم 14 من سن المنتخب الاولمبي لعيب محترفين في اوروبا وفي انديه كبيره جدا. احنا فين من ده؟ مش موجود. طيب انت عارف ان ال 14 لعيب المحترفين دول الصغيرين في السن مع الاثنين اشرف حكيمي بيلعبوا فين؟ هو وسفيان رحيمي اللي واخد هداف الاولمبياد، واحد بيلعب في نادي العين واخد بطوله اسيا، واحد بيلعب في باريس سان جيرمان وكان بيلعب في ريال مدريد، وقدروا او قدر رئيس الاتحاد بتاعه ان هو يجيب اللعيبه دي. انت بتتحايل على الانديه المصريه عشان تجيب لعيبتك ومش عارف؟ هو ده الاتحاد اللي عايز يكمل؟ هو ده اللي رئيس الاتحاد طالع علينا امبارح وبيقول لك احنا ما نستقلش، نستقل احنا عملنا انجاز؟ انجاز ايه؟ انجاز انت شايل 6؟ الناس دي ناس مش موجوده، يعني انا مش مصدق والله والله والله. اي حد بيحترم اسم مصر بعد الموقف ده كان الاتحاد ده استقال. وانا هنا بطالب كل المسؤولين المصريين ان لازم الناس دي تتغير، لازم الاشكال دي تتغير، صعب قوي الناس دي تكمل. احنا بقى لنا معاكم 4 سنين انجازات زيرو، منتخب مصر بيخسر الاول، منتخب مصر بيخرج من الدور اقول ايه ده، احنا مش عارفين نكسب كاب فيردي وموزمبيق في كاس افريقيه، وانتوا السبب، عشان الدوري اهم، عشان الدوري اهم. وفي الاخر الناس بتتكلم كأن لم يكن شيء حدث. لا يا باشا، ده تقيله جدا، انت منافس للمغرب، ركبتك نفسيا ومعنويا في كل حاجه، ركبتك في انها بتوصل رابع عالم وبتوصل ثالث اولمبيات، وانت بتقول ده انجاز. لا يا باشا، ليه ما تبقاش زي المغرب واحسن منهم؟ وانت اوريدي تاريخك اعلى من المغرب في الكوره، هما بيتعبوا وبيجتهدوا عشان يوصلوا لده،
وانت بتتعب وبتجتهد عشان تخسر وتخسر نفسك. طب هديك معلومة تاني مهمة جدا. اخر 10 سنين، اخر 10 سنين في الدوري المغربي واخده، واخد الدوري المغربي في 2014 الوداد البيضاوي، 2015 الفتح الرباطي، 2016 الوداد، 2017 الاتحاد طنجة. حد يسمع عن اتحاد طنجة دي؟ بياخدوا دوري. طيب 2018 الوداد، 2019 الرجاء، 2020 الرجاء، 2021 الوداد، 2022 الوداد. الموضوع مقسم ما بين الوداد وبيخش اتحاد طنجة، بيخش الفتح الرباطي، 2023 الجيش الملكي. يعني هناك في منافسة، في منافسة، وفي أندية بتخسر وفي أندية كبيرة بتكسب وفي أندية صغيرة بتكسب، والدوري بيتوزع على كل الناس بناء على ان في نظام وفي سيستم وفي عدالة. لان احنا ما عندناش عدالة بربع جنيه في الكورة. انا بقول لك في ليلة تتويج النادي الاهلي ببطولة دوري 2023-2024 فضيحة كروية على يد منتخب المغرب، وناس كتير جدا طلعت قالك الفرق بين منظومة فلان ومنظومة فلان. لا احنا مش هنقول كده، احنا بنتكلم على اسم مصر، واللي مش مقدر اسم مصر لا يبقى مش عارف حاجة. احنا اسمنا في الكرة كبير قوي يا جماعة، احنا بجد الموضوع بقى صعب جدا جدا بالنسبة لنا، ورايحين في حتة مش حلوة. وفي الاخر بتزعلوا، بتقول أسطري بيهاجم، أسطري بيقول انا قبل البطولة قلت ان احنا لما نروح مش هنعمل حاجة هتطلع المبررات، اصل النادي الفلاني، اصل النادي العلاني. طب ما انت يا باشا كان في ايدك، انت كان في ايدك ان انت تجيب اللعيبه. على فكره مستر ميكالي معذور واللعيبه معذوره، ليه؟ لان انت عندك الاساسي هو اللي كويس والاحتياطي ضعيف. طب لما تيجي تعمل وتجيب له التلات لعيبه اللي هو عايزهم هيحصل ايه؟ هتخلي مثلا على سبيل المثال، هو طبعا مش عبد المنعم السبب ولا امام عاشور السبب، ولا يعني لو كانوا موجودين برضو كان ممكن تبقى النتائج كده عادي، بس في الاخر انت بتحط عبد المنعم كسرد باك، وانا راجل زملكاوي وبقول ان عبد المنعم من احسن السرد باكات الموجودين في مصر، لما هيبقى موجود مع منتخب اولمبيا هيضيف زي ما زيزو كان موجود وضاف، والناس كانت بتهد في زيزو، الناس كانت بتهد في الناس اللي موجوده في المنتخب عشان ما تحققش انجاز. في الاخر انتوا خرجتوا بشكل وحش. طيب لو كان موجود واحد زي عبد المنعم مركز المساك كان هيبقى موجود، هو سواء هو او السرد باك اللي جنب حسام اللي خد الطرد، وانا والله وده راجل محترف بره، ومع حسام عبد المجيد، ثلاثه اتنين منهم هيلعبوا، هيبقى الاحتياطي قوي مش الاحتياطي محمد طارق، مع كل التقدير والاحترام لمحمد طارق. فانت هنا حطيت اساسي قوي زي عبد المنعم وحطيت له احتياطي قوي، انما انت اوريدي حاطط اساسي 50-50 والاحتياطي بعيد. لما اتصاب احمد عيد لعب مكانه شحاته، فانت اوريدي ما عندكش باك رايت. هتقولي ما دي اختيارات مدير فني، ما هو دي القماشه اللي قدامه. لما دول نمره واحد امال بقيه اللعيبه ايه اللي هي ما راحتش؟ يعني تخيل حضرتك ان انت بتقول ان دول الاساسي اللي هو عملنا بيهم نتائج كويسة في ماتش اسبانيا، وكنا كاب قوسين او ادنى ان احنا نوصل للنهائي قدام فرنسا، انما برضو في الاخر انت اوريدي الراجل معتمد على عدد كبير من اللعيبة الاساسيين، والاحتياطي اللي بعديه بعيد، وكمان اجهدت اللعيبة. يا راجل ده زيزو اول مرة في تاريخه من ساعة ما رجع الكرة في مصر وبدأ يلعب مع الزمالك يتصاب. ليه؟ لان اجهاد، وانت السبب في التأجيلات وضغط الماتشات واللي انت عملته هو اتحاد الكورة. استقيلوا يرحمكم الله، استقيلوا، لان اشرف لكم انكم تستقيلوا. لسه عايزين تقعدوا تاني؟ هتقعدوا تعملوا ايه؟ انتوا خربتوا الكورة في مصر، وانتوا السبب. كلام واضح وكلام صريح. استغناءات الزمالك لسه مكملة زي ما قلنا قبل كده، وبدأت الأمور توضح، عشان لما كنا بنقول إن في صفقات جاية كانت الناس بتتريق. أصل كابتن طارق جاب لحد دلوقتي 14 صفقة، بيتكلم على 15 صفقة، أنا ما بتكلمش على 15 صفقة، أنا بقول الزمالك بيتفق مع لعيبة فلان وفلان وفلان. بقول إن الزمالك اتفق مع سين صاد عين. طب دلوقتي الزمالك استغنى خلاص عن محمود علاء من فترة، ياسر حمد من فترة، كده الزمالك مش هيحتاج سيرد باك؟ هيحتاج، فكده يبقى في سيرد باك جاي.
طب الزمالك استغنى عن اوباما او ما جددش الاوباما واوباما خلص خلاص في بيراميدز، ده معناه ايه؟ انها هتجيب حد مكان اوباما. الزمالك خلص ومشى متيابة، الزمالك هيمشي مهاب ياسر، الزمالك هيمشي رؤى، الزمالك هيمشي ناصر منسي، كل الاسماء دي. والزمالك مش هيعمل صفقات، الزمالك هيعمل صفقات، لان انت بتمشي ناس من الاعمده اللي موجوده في الفرقه اوريدي، ناس مشيت خلاص، القوام اللي موجود عندك بيفضى، فانت المفروض طبيعي جدا انك تجيب صفقات، عشان الناس اللي بتقول لك اصل الزمالك مش هيفك القيد، مين قال الكلام ده يا جماعه؟ الناس دي بتقول اي كلام، صدقوني بيقولوا اي كلام. لا، الزمالك هيجيب صفقات والزمالك هيعمل صفقات، الزمالك مستنى اما يخلص كل اللعيبه اللي عنده اللي هو عايز يستغنى عنها عشان يبتدي يقول انا جبت فلان وجبت فلان وجبت فلان، على الرغم ان في توهان في الاسماء. وهنا بقى هتكلم في نقطه مهمه جدا جدا، لازم الناس برضو داخل النادي يفهموها. يا جماعه انتوا ناس محترمين جدا جدا، بتديروا النادي بشكل الى حد ما فيه مميزات وفي عيوبه، كل العالم كل الناس في الادارات بيبقى لها ما لها وعليها ما عليها، بتصيب وبتخطئ عادي جدا جدا جدا، محدش هيعلق بلغه الكوره مشاني، لا احنا بنساعدكم، لو سمحتوا لو سمحتوا ادوا العيش لخبازه. يعني ايه ادي العيش لخبازه؟ ما يبقاش شغل صفقات نادي الزمالك بالوكاله. هات يا عم محمد صبري، هات اي اسم من اسماء من ولاد النادي يقول لك فلان وفلان وفلان، وتحط داتا للاماكن والمواقع اللي انت عايزها او المراكز اللي انت عايزها، وبناء عليه تبتدي تتفاوض مع الاسماء اللي متاحه قدامك. انما شغل الوكيل الفلاني بيعرض وانا بوافق او انا برفض، طب هو اللعيب ده هيفيد نادي الزمالك ولا لا؟ طب هو اللعيب ده امكانياته تمشي مع الزمالك ولا لا؟ طب هو اللعيب ده، ناس كتير جدا هجمت على محمد عاطف، وانا اكتر واحد مره واثنين وثلاثه لعبوا محمد عاطف في مكانه، لما لعبوه باك ليفت كان كويس، لما لعب امبارح في ماتش زد هاف رايت في مكانه الطبيعي احرز هدف وكان صاحب هدف الفوز، وشفنا محمد عاطف قد ايه متضايق بعد الجول. ليه؟ لانه حس ان هو مظلوم والناس بتتكلم عليه ان هو ماشي، هو ما خدش فرصه، ما انت اديت لكل الناس، لما اديت الراجل في مكانه ممكن يطلع قماش، بس انت مش عايز. عارف ليه مش عايز؟ طب انا مش هقول دلوقتي، هقول بعدين. هقول ليه بعدين؟ عشان انا عندي كلام كتير جدا في الحته دي، خاصه في الناس اللي بتدير الكوره. اصل فلان ده جايبه فلان، لا فانا مش هلاعب فلان عشان ما فلان ده ما مش عارف ايه. تخيل، تخيل حضرتك، والله بيحصل كده. اصل فلان ده فلان ده جايبه سين من الاسماء، لا 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 لا، مش هنديله الفرصه، مش هنركبه، مش هنخليه ياخد فرصته عشان ما يظهرش بشكل كويس، عشان فلان ده ما اتقالش عليه ان هو اللي جايبه. تخيل العقليه، والله كده. وده للاسف من كوارث اللي بتحصل داخل نادي الزمالك، والكابتن حسين لبيب 100% ما يعرفش حاجه عن الكلام ده، او الراجل ما بيتكلمش فنيا مع الناس، سايبهم يشتغلوا براحتهم، واللي بيديروا الكرة هم اللي بيعملوا كده. مش شرط اعضاء مجلس اداره على فكره، مش شرط، انا بقول في العموم، واللي على راسه بطحه يحسس عليه. كلام واضح، لان في الاخر وفي الاول لا انا ولا اي حد من ولاد النادي، انا اتكلم عن نفسي في الحته دي، ما يهمنيش اي حاجه في الدنيا الا مصلحه النادي، وكل جمهور الزمالك عارف كده، الحمد لله رب العالمين عارفين. انا لا بستفاد من بعيد ولا من قريب، ولا الحمد لله رب العالمين بشتغل في النادي من ساعه ما بطلت كوره، فالموضوع بالنسبه لي كله شبه بعضه. انما لما يبقى في حاجه بتضر النادي هطلع اقولها، هطلع اقولها ومش هخاف، وهو ده اللي بيزعلهم مني، واللي يزعل يخبط دماغه في الحيط وش، لان في الاخر انا ما يهمنيش الا حاجتين مهمين جدا جدا جدا، اسم النادي وجمهور النادي، والاثنين مرتبطين ببعض. والحمد لله جمهور الزمالك عارف كويس قوي مين اللي بيخدم النادي بدون مصلحه ومين اللي بيخدم النادي بمصالح، الموضوع معروف ومحسوب. فاتمنى ان ما حدش يتاخد بذنب حد جوه الفرقه. لعيب جايب جوه مش عايز يفرح ولسه صغير في السن وزعلان من جواه ومتضايق جدا 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 من جواه جدا،
واضح عليه. عندي مفاجأة كبيرة جدا هتسمعوا انا على اليومين الجايين خاصة بالنادي الاهلي. في اربع رجال اعمال، وده رسالة لرجال الاعمال الزملكاوية، اربع رجال اعمال عاملين جمعية عشان يجيبوا لعيب او يرجعوا لعيب للنادي الاهلي، لعيب في منتهى 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 الاهمية، وهيعمل الفرق بالنسبة للنادي الاهلي بشكل كبير جدا عشان يلعب معاهم نهايات كاس العالم للاندية الفترة اللي جاية. مين يا عم طارق؟ تريزيجيه. النادي الاهلي في اربع رجال اعمال بيتكلموا بيجمعوا مبلغ كبير عشان يعرفوا يرجعوا تريزيجيه تاني الفترة الجاية. والصفقة دي والكلام ده هتسمعوا عنه بعد ما طارق السيد اول واحد في مصر بيقوله. اهو عشان الناس اللي هتطلع انفراد، اصل تريزيجيه في النادي الاهلي انفراد، قولوا زي ما انتوا عايزين. ادينا اول ناس في مصر بنقول تريزيجيه اللاعب اللي بيلعب في الدوري التركي، في اربع رجال اعمال مسؤولين او مش مسؤولين قصدي في مجلس اداره النادي الاهلي بيخلصوا موضوع تريزيجيه في الفتره الجايه، وهتسمعوا قريب ان تريزيجيه ممكن بنسبه كبيره جدا ان يكون داخل النادي الاهلي عشان يلعب كاس العالم للانديه مع النادي الاهلي في الفتره الجايه. ودي صفقه هتبقى صفقه من العيار التقيل. طب انت مالك ليه يا كابتن طارق؟ قلت رساله لرجال اعمال نادي الزمالك، هو دي الصفقات اللي تقدر تعمل الفارق. عشان كده احنا عمالين نقول من بدري بن شرقي فري بن شرقي فري. فين رجال اعمال الزملكاويه يا جماعه؟ ما تخشوا وخلصوا، جمهور الزمالك كله بيطالبكم ان انتوا تخشوا تخلصوا موضوع بن شرقي. ما هو تريزيجيه ينفع يرجع من الاحتراف، بياخد رقم كبير جدا بره، هيدفع له الارقام دي في النادي الاهلي عشان يرجعوه، واحنا عمالين بنتحايل في موضوع اشرف بن شرقي خلصوا 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 كل يوم لسه بكره بعده المبلغ كذا المبلغ، ورجال الاعمال الزملكاويه كانهم مش موجودين. انا اسف ان انا بقول لكم، انا اسف. خلصت الفيديو بتاعي وخلصت الكلام بتاعي، ان شاء الله باذن الله كل الخير نادي الزمالك في اللي جاي، وان شاء الله باذن الله بامر الله الزمالك يرجع تاني بالصفقات الجديده، ونتمنى نشوف صفقات قويه مش صفقات نصكم. لنا الفيديو بتاعي بيخلص، كل التحليل كل الشكر ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.